كم كتابة ولي كليون ديالنا كاين جميع الفئات. كاين الناس اللي ميسورين كيجيو مثلا الناس ديال المدارس اللي زيليت فكا ديال دوك المدارس الكبار لان كيطلبوا مقررات غاليين بحال مثلا الفرنسيه كيوصل ل 300 400 درهم حنا كنبيعوا بنص الثمن راه سا طون ميو لا اليوم لا الاخر اللي غيبيع الكتاب لانه فاش كيسلم كتاب 400 درهم كيبقى لك ليطا ديالو مزيانه كيعاود يصيفطوا لواحد اخر القضيه هكا حنا غير الانترميديير بين واحد سلم الكتوبه واحد غي واحد مطالب بهم هذا هو والخدمه اللي كنديروا حنا كما ديما من بكري بحال دابا هذا السيد هذا جاب لنا كتوبه ديال مستوى السانكيام سلم منهم ولده باقي مفيطه مزيانه سلم منهم قال لك هادو دفعهم لينا دفع لينا البروغرام كامل وعطانا لا فورنيتور باش نجمعوا ليه ديال بروميير اني باك السنه المواليه راه هادشي كنحسبوه الثمن ديالو كيدفعوا كنحسبوا ليه الاخر وكيزيد شي ديفيرونس قليله يقدر المقرر كامل يزيد 150 درهم هو المقرر ديال السنه الاخرى في حين كون ما كانش هاد العمليه هادي هادو كانوا غيمشيو للبركاسه والاخرين غيمشي يجيبهم بواحد 1000 درهم ولا هذا حنا دابا غير القضيه ديال انه الكتب القدام راه ما بقاوش الناس اللي بحاله ضعيفه هما اللي كيجيو ليهم راه الناس ميسورين راه كاين الكتاب اللي يساوي ديال لي سي فرونسي مثلا كاين الكتاب يساوي 300 400 درهم كاين الكتاب اللي 500 600 درهم راه كيجي هنا في عوض ما ياخذ كتاب ديال ليستوار جيو ب 600 درهم كيجي كياخذوه هنا ب 300 درهم راه حاجه مزيانه وليطا كيكون ليطا مزيانه راه واخا تكون كاع الولد نقي تاعيا راه غتشريه ليه جديد راه غيخليه راه غيوصلوا لهاد ليطا يعني ان الناس القديم راه ولاو كيتعاطوا عليه لا الميسورين لا الناس اللي متوسطين الدخل بالعكس بعض الحالات كنلقاو الناس الدخل ديالهم محدود وكيمشيو لمكتبات كبار لا لي شيء الا ديك لا فريم ديك العياقه ديال والو العياقه راه ما بقاتش كتوكل الخبز بنادم يولي عملي شويه جي الا وفرتي واحد شويه ديال الفلوس راه نافعك راه الزمان راه صعيب كلها لحم مع ولادك احسن ما تعطيها للناس اخرين هذه العمليه ديال الروبريز هي عمليه تبادليه اللي من خلالها كيجيب لينا الكليان المقرر تاع السنه اللي فاتت وكنعطيوه مقرر تاع السنه الجديده يعني المقرر اللي غادي يقرا به الدري ولا البنت الموسم الدراسي تاع 2023 2024 هو من الضروري يزيد واحد شويه الا جينا نديروا الروبريز غير فابور هكاك راه ماشي في الصالح ديالنا حنا كيعطينا الكتوبه ديالو وكنجمعوا ليه المقرر تاع اللي غيحتاجو المقرر وكيزيدنا واحد شويه هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للاقبال على هذه العمليه هذه من الطبقه الفقيره المهم الطبقه الناس اللي ما في حالهمش فهمتي ما الانسان الواحد ما غاديش يخلي كتاب بون اوكازيون ويمشي يشري جديد كان واحد الفرق شويه بالنسبه لهذه الوقيته هذه كيكون الاقبال غير من الناس اللي كتقري وليداتها في التعليم الخصوصي ملي كيشدوا البيلتان كيمشيو كيعطيوهم حتى المقرر اللي غيحتاجوه وعارف انت راك عارف راه الانسان ما غاديش يبغي يشد السحام في الدخول المدرسي كيجيب لك الورقه على بعد كيجيبها لك في الصيف تيخليها لك النمره ديال التليفون تسميه وكتجمع عليه وكتخليها ليه ان فوا كتكمل ليه المقرر ديالو كتكمل ليه المسائل ديالو كتعيط ليه كتقول ليه راه المقرر راه موجود كيجي هو كيدي المقرر ما كيشد لا زحام ما كيشد لا صف لا نوبه لا والو